تامر. تامر فين؟ موجود، معرفش، موجود. دي آخرة ثقتي فيك؟ تكذب عليا؟ ميرنا. تامر. قلت لكم من الأول إنها هتعك على دماغ أنا ومش على دماغ أي حد تاني، محدش صدقني. مين بقى بلغك إن أنا هنا يا ميرنا؟ ستو هي اللي قالت لي. كده تعملوا كده فيا؟ للدرجة دي مش مستأمنيني على سركم؟ وحياة غلاوتك عندي يا بنتي. محدش كان صعبان عليا في الحكاية دي كلها إلا أنت. وياما اتحيلت عليه وبيقولولك. جرى إيه ياما؟ ما تخليكي محضر خير أمال. إحنا جايين نهدي النفوس. اقعدي يا ميرنا. اقعدي واهدي كده وأنا هحكي لك كل حاجة. مش عايزة أسمع ولا كلمة، ولا منك ولا منه. كفاية اللي عملته فيا. والله العظيم يا ميرنا أنا ماليا ذنب في كل اللي حصل ده. صدقيني. ميرنا بنتي هتصدقني أنا. اقعد يا ميرنا وانا احكي لك الحكايه يا بنتي، وبعد كده احنا راضيين بحكمك. اقعدوا يا اولاد. طقمشاه يا ام عنتر. ممكن اعرف واخدني كده مواديني على فين؟ هريح نفسي واريحك علشان تهمدي واخلص من القلق اللي انت معيشاني فيه. يعني خلاص نويت؟ ايوه يا ست، وعقدت العزم علشان اشوف اخرتها معاكي ايه. وعقدت العزم على ايه بقى ان شاء الله؟ تفتكري على ايه؟ هما حل من الاتنين، يا اما تكون نويت تتجوز عشان تجيب الولد، وطبعا هتتجوز واحده تعرفها قبل كده عشان كده رفضت كل الستات اللي انا جبتهم لك، يا اما تكون واخدني عند المأذون عشان تطلقني. هتطلقني يا حسام؟ هتطلقني ولا انا غلطانه؟ غلطانه يا ساميه، لان سبق وقلت لك ان زي اي راجل في الدنيا اتمنى يبقى عندي بنت او ولد، لكن طالما دي بقى اراده ربنا فده مش هيغير احساسي من ناحيتك. وعلشان كده، وعلشان تصدقيني باقي عليك وعلى عشرتي معاكي رغم جنانك، فانا واخدك النهارده عشان احسم الموضوع ده وريح دماغي بقى من الصداع اللي انا عايش فيه. كلامك كده بيخوفني، انا خايفه يا حسام. بطلي عياط، بطلي عياط علشان تفهمي.